واحدة من القرارات المهمة اللي اتخذها اتحاد الكورة في الموسم ده انه فكرة المدربين وتغييرهم، لانها برضو كانت ظاهرة مش لافتة للنظر، دي كانت كارثة. يعني شفت القرار ده ازاي وتوقيته كمان كابتن عمرو؟ لا انا شايفه قرار ايجابي جدا، لان احنا برضو السنه اللي فاتت شفنا حاجات غريبه. يعني احنا يعني انا شفت حاجات ما بتحصلش غير في مصر، انا ده رايي يعني. بس هي برضو هي سلاح ذو حدين برضو. يعني احنا النهارده ما في اوقات كتيره جدا بيبقى مدرب ماشي كويس او بيعمل شغل كويس والنتائج بتاعته ما فيهاش توفيق، او حصل خلاف ما بينه وما بين الاداره فالاداره شالته. يعني انا شايف ان النقطه دي لازم تتنفذ مع المدربين اللي بيسيبوا. هي في نقطتين مع المدربين يعني اللي بيسيبوا. يعني انا النهارده شغال في وسط الموسم واجي اقدم استقالتي فجاه وامشي عشان اروح امسك نادي تاني، ده اللي حصل. تمام. فانا شايف ان دي لازم تمشي كده. انما النهارده لو انا النهارده النادي مشى مدرب، هو المدرب هو النادي لو مشى مدرب من حقه ان هو يدرب يشتغل مره واحده كمان، لكن لو المدير الفني او قدم استقالته ممكن مش هيشتغل تاني، مش هيشتغل في الدرجه دي، ينزل بقى درجه تانيه او يستنى. انا شايف ان ده قرار ايجابي جدا، وكمان توثيق العقود ده شيء مهم جدا. حاجه برضو مهمه، كان ممكن انت عارف السنه اللي فاتت كان بيحصل يا عمرو، يعني مش واحد السنه اللي فاتت، هو يعني من سنين ده برضو مستمر بقى طبعا. الموضوع بشتغل من غير عقد وفي اي وقت امشي واي وقت، يعني الكلام كان كله عشوائي. انا شايفه من القرارات الايجابيه. انا بس يعني انا شايف ان احنا لما ناخد قرار نستمر بقى عليه. يعني احنا عارفين ان في انت شامم من ريحه شياطه. لا مش شامم، انا اللجنه دي خلاص هتمشي المفروض كمان. مظبوط، راح يجي اتحاد منتخب. اتحاد منتخب صحيح، فممكن يجي النهارده ممكن القرارات دي تتلغي. انا شايف ان ده حاجه مهمه جدا، حاجه ايجابيه لازم نسندها ونتكلم عليها. لازم يوضع حد، دي حقيقه. وانا انا شايف ان ده هيخلي حتى في احترام في التعامل ما بين المدربين والانديه وما بين الانديه والمدربين، ودي حاجه ما تزعلش. يعني طبيعي النهارده لو في انا القصه بقى الثانيه اللي انا اتمنى انها تحصل مع المدربين زي ما بيحصل بره، ان النهارده لو نادي اقال مدرب يبقى لازم يديله بقيه عقده. طبعا مفيش حاجه اسمها شرط جزائي شهر وشهرين، لان وارد جدا ان انا النهارده لما انت هتمشيني او هتمشي اي مدرب وارد جدا ان انت تقعد في البيت. صح. ممكن الموسم كله يقعد في البيت، ففي المقابل احصل على حقوقي كامله. بالظبط، لان انت بالظبط انا يعني زي ما انت منعت المدرب اللي يقدم استقالته ان هو يمشي يروح يشتغل مع فريق تاني، لا لازم برضو تضمن حق المدرب، لان وارد جدا ان المدرب يختلف مع الاداره والاداره تقول او الاداره تتلكك المدرب وتنشيه. يعني في مواقف كتير بتحصل كده، ان هو مش قادر يعني مش قادرين يتفاهموا فبيمشي. فالطبيعي ما هي لازم تبقى ملزمه للطرفين. انا معاك. انا النهارده لما انا كمدرب هحس ان انا هتعاقب لما هفسخ عقدي، يبقى لازم النادي برضو طبعا ما بقولش مش عايز اقول يتعاقب، بس لازم النادي يدفع مش التزاماته ومسؤولياته على المدرب. مش عقاب، الكلام ده موجود بره. ولو لو المدرب ليه 3 سنين بياخد 3 سنين، ليه لحد ما بيشتغل.